نفسي ومنى عيني ابيعها واتخلص منها. ها وطالب كام؟ 20,000 جنيه بس، واغير العقد مع المالك. كتير؟ لا طبعا مش كتير. طب انا عندي بقى ايه اللي ياخدها ويدفع لك كما انت عايز بقى، ايه رايك؟ قلت ايه؟ بس تغير العقد. ايدي على كتفك يا استاذ زكي، وعندي ليك حته حلاوه تحلي بيها بقى. لا عيب، حلاوه ايه؟ انا مهمتي اقدم خدمات للناس وبس. انت بتتكلم جد يا زكي يا فندم؟ ليه بقى زعلنا منك يا عم صبري بقى؟ انا عمري هزرت معاك؟ الحقيقه لا، ما حصلش. خلاص يبقى الكلام اللي انا قلته لك ده جد 100%. بقى فرغالي عاوز 20,000 في الدكانه بتاعته وكمان يغير العقد. ايوه، ولو فلوسك جاهزه حطها على الترابيزه وانت توصل معاه ل 18,000. يا راجل ده انا الدكانه بتاعتي دي اتعرض عليا فيها 25,000 وما رضيتش. مالكش حق، ده فرصه عمرك تغير الدكانه دي وتاخد دكانه فرغالي وتدعي لي. والكلام ده يخلص امتى؟ خير البر عاجله يا اخويا صبري، جهز فلوسك وانا تحت امرك. سلام. معقول الكلام ده يحصل؟ معقول؟ طبعا مش معقول، واللي مش معقول اكتر انك تصدق واحد زي اللي اسمه زكي ده. وما صدقوش ليه بقى لابو اخزه؟ ده راجل كذاب وحشري وظالم اللي سماه زكي. يا ابني ما تخليش الفار يلعب في عبي، ده انا كنت هروح اتصل برجب علشان يجي ياخد الدكانه واخلص الموضوع ده النهارده. يا عم صبر اسمع الكلام. دي فرصه العمر وما ضيعهاش من ايدي. طب بقول لك ايه؟ ما تروح تسال عم فرغالي وهالمشوار ما ياخدش 5 دقايق، وانا هستناك على باب الدكان لغايه ما تيجي. صح. دكانه ايه اللي استغنى عنها يا صبري؟ انت تهبشت في مخك ولا حاجه؟ بالاماره طالب 20,000 جنيه وتغير العقد كمان. انت قصدك على الشقه اللي في الدور الارضي، الاوضه وصاله. انا اتاجرت مخزن كبير وما عادتش تنفعني، قلت استغنى عنها واتخلص منها. بقى كان عاوز يخرب بيتي. يا ويلي وظلام ليله مني. انا ازيك يا زكي؟ ليه يا زكي عاوز تاذيني يا زكي؟ ليه؟ ليه يا زكي؟ في ايه؟ انا عملت فيك حاجه يا زكي؟ في ايه؟ انا عملت فيك حرام عليك؟ طب بس بالراحه، في ايه؟ في ايه يا صبري؟ انا يا جدع انت زهقت منك ومن عمايلك السودا، انت مستقصدني ايه؟ انا برضه هستقصد اخويا؟ لا ما انت مش عارف حاجه ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، ليه تتدخل في المواضيع الكبيره اللي مالكش فيها دي؟ انا نفسي اعرف مين اللي سماك زكي؟ امي. لا يا اخويا، ابوها الله يرحمه ظلمه. لا بقول لك ايه بقى، لا دي اهانه بقى. لا ده انا لولا الملامه كنت دبيت صوابعي في عينيك واشتريت لك كلب ولف يسحبك. ليه بس؟ ليه؟ هو عمل ايه؟ اسكتي انت يا عم، اسكتي. ده صبري بيهزر مش كده صبري؟ ها 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 ها. انا هزر مع واحد زيك انت ما عندوش مخ؟ ده لولا ستر ربنا كان زماني بعت المحل وقعدت اشحن. راجل احمق بصحيح. يعني الحق عليا اللي كنت عايز اخدمك؟ تخدمني؟ انت عارف لو شفتك ماشي قدام باب المحل انا هكسر رجلك صدقني، راجل جبان. لا وده اللي انا كنت خايفه منه. يا ابني حبيبي ارحم نفسك، ارحم نفسك، هيجي يوم وتودر نفسك. يا اما اللي انت بتقولي لي يا اما بس الله. وانت عايزين اشوف انسان محتاج لمساعده واتاخر؟ هو ده بقى اللي مش ممكن يحصل بقى، ولو حصل هيبقى على جثتي. اخس عليك يا علاء بقى كده تجريني وراك بالشكل ده؟ اللي بيحصل ده يا كريمه حرام، حرام فعلا. تقدري بقى تفهميني مامتك عايزه مني ايه بالظبط؟ يعني هتكون عايزه منك ايه؟ عايزاك تتجوزني وبسرعه. بالطريقه دي مش هلحق يا كريمه، دي هتموتني ناقص عمر. مفيش حد بيموت ناقص عمر يا علاء، وماما ما غلطتش لما طلبت منك شقه نتجوز فيها. طب هو انا قصرت؟ قالوا 3,000 جنيه خلو دبرتهم وجبتهم، رحت قالوا لي 5,000 جنيه، اقطع هدومي؟ يا حبيبي ماما عارفه وبابا عارف. طب اللي عملته ده ايه لازمته بقى؟ بنتي زي القمر يا علاء، و100 واحد يتمنوها، والشقه بعد شهر، يا اما مع السلامه. مش معقول ماما صوتها وحش كده. شهر؟ وبعد كده مامتك تفلسعني. اخس عليك يا علاء، ده انا استناك العمر كله. استناك 100، قصدي 50، هم شهرين. وانا عندي كام علاء؟ ده انا عندي علاء واحد. طبعا.
ليه يا استاذ بخيمه؟ بتبص في الساعه ليه؟ انا جاي قبل مواعيد الرسميه بخمس دقايق. قبل كده كنت بتيجي قبل مواعيدك الرسميه بعشر دقايق، انما خلاص بقى تسيب. لا شوف انا ما احبش لخبطه واحسن لك. عم غريب والله، واحنا لسه ابتدينا شغل، ليه بقى التهديد ده بقى؟ مخيمر الديب ابو الفضائل ما يعرفش يهدد، انما انا رجل اذا قال فعل. صباح الخير يا ابو زيك. صباح النور. صباح الفل يا استاذ مخيمر يا راجل يا سكره. ايه يا حافظ، انت داخل على قهوه بلدي ولا على مصطبه شيخ الغفر؟ انا بس كان قصدي ادحرج التماسي. تدحرج ايه يا حافظ؟ التماسي التماسي واحنا لسه على الصبح. ثم ايه جاي مزقطط جدليه يا اخوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي حصل بس؟ عاوز ندخل المصلحه وانا بقطع في هدومي واشد في شعري؟ غريبه قوي الحكايه دي. ما غريب الا تصرفاتك. قلبي يبتسم قال مش عارف ان يومه اخبر. قدامك استماره عايزك تخلصها لي حالا. انا رايح مكتب المدير العام ومش عايز حد منكم يتنطط من مكتب لمكتب زي بالفصاده. انا مش هغيب يا زكي. اتفضل يا فندم، روح وترجع لنا بالسلامه. بتقول ايه يا زكي؟ بقول تروح وترجع لنا بالسلامه. ارجع بالسلامه من مكتب المدير العام يا زكي؟ ايوه يا فندم. ايوه ليه؟ هو انا رايح احارب؟ انا مش قصدي يا فندم. امال تقصد ايه؟ بتتريق؟ خلاص يا فندم انا غلطان، الهي ما ترجع ابدا. وابتدي عليا يا زكي. ابي عن اذنك يا بيه، اعتبر اليوم الاسود ده اجازه عارضه. لا ما ينفعش يا زكي، لانك استلمت الشغل ومضيت على دفتر الحضور والانصراف، فيبقى لازم يتحسب اليوم، الا في حاله واحده. ايه هي؟ ان سرك الالهي يطلع وتطلع لعرفه عدل. يا ساتر. اقعد اقعد على مكتبك. اللي اتأدب. ده مش معقول يا حافظ، انا في يومها هتفلس منه. يا سلام لو ربنا يخلصنا منه باي طريقه، يرقوه يحبسوه لاي سبب، ان شاء الله حتى ارهاب. انا رايح اشوف علاء وكريمه وهرجع على طول. بلاش يا زكي، احسن يرجع وانت مش موجود تبقى وعيتك سودا. سودا بنفسجي انا خلاص، ما عادش يهمني. ولو جه وسال عليا قول له خلاص زكي تفش. والله ما حد هيطفش غيري وبسببه. مالك يا كريم؟ مفيش. معقولة؟ انتوا الاتنين مدين ضهركم لبعض، كل واحد يقول لي مفيش. مالك علاء مقدم ليه؟ حماتي، حماتي يا سيدي. من فضلك ما تقولش عليها حماتي. يا نهار اسود، انت فلسعتيها يا كريمة؟ لا لسه، بس ما حدش يعرف بكرة هيبقى ايه. سامع؟ سامع يا زكي؟ لا 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 مالكيش حق يا كريمة، لا. ده علاء عايز يفضل خطيبك النهاردة وبكرة وكل يوم. يعني انت عارف انه عايز يفضل خطيبي وبس؟ ايوه وهو قايل لي كده بعظمة لسانه. اتفضل يا استاذ، دبلتك اهي، انا مش مستعدة اعنس على ايديك. خطيبي ايه؟ عجبك كده يا زكي؟ وانت كل ما تدخل في حاجة تعكها؟ انا بعك برضه. مع السلامة يا زكي، مع السلامة، وريني عرض كتفك بقى. ايه يا غلع انت تمشي في مخك؟ وانا قلت حاجة غلط؟ بذمتك، أنا قلت لك إن أنا عايز كريمة تفضل خطيبتي طول العمر. وده غلط ده؟ يا بني ادم غلط. انا اسف جدا يا كريمه، الحقيقه علاء ما كانش يقصد كده، بل يقصد العكس، هو عايز ينهي الخطوبه دي خالص. ايوه كده بان على حقيقتك يا استاذ. ليه كده يا زكي؟ حرام عليك يا اخي، انت موصوف لي ايه ده؟ يعني لا عاجب كده ولا عاجب كده، ناس ما عندهاش تمييز. حاجة غريبة الناس دي، مش ممكن. أنا مش قادر أفهم حضرتك بتزعقلي ليه؟ مش جيت ولقيتني قاعد على مكتبي؟ أنتوا مش أصحاب؟
ايوه اصحاب، فيها ايه دي؟ لا ده فيها وفيها وفيها، لان الطيور على اشكالها تقع، انت زيه. طبعا يا حبيبي عشان هو صاحبك سبته يخرج وقعدت انت مكانه عشان تداري عليه، لكن ده تسيب لا اسمح بيه ابدا. اتفضل. ايه ده يا فندم؟ ده طلب دقني لاي اداره تانيه. لا انا اللي لقلك لما اكون عايز، والفكره دي كانت عندي، لكن ما دام ده هيريحك فلا. انا نفسي افهم حضرتك بتعذبني ليه؟ هتستفيد ايه من انك تنكد عليا؟ تقصد ان انا راجل نكد يا حافظ؟ لا واضح ان حضرتك رجل سادي. سادي؟ سادي دي جايه من ساده يعني؟ استاذ مخيمه، حضرتك حاصل على شهادات؟ لا لا يا حافظ، انا بشتغل بشهاده الميلاد. انا جامعي يا حافظ. انا استحيل اصدق ان انت جامعي. انت بالعافيه معاك اعداديه واكيد صارت فيها كمان. ده تطاول على رئيسك في العمل يا حافظ. ولعلمك تقريرك السنوي هيكون صفر. قول لي يا استاذ مخيم، لو انا قفلت عليك الباب دلوقتي وطحنتك عنه هتقدر تديني حاجة أكتر من صفر؟ لا ده أنت اتجننت فعلا يا واد يا حافظ. ها؟ إيه يا جماعة؟ على مالك يا أستاذ مخيمة؟ أنت حسابك بعدين معايا يا حافظ. وأنت اتنقلت رحت فين؟ باختصار. خلاص عرفت. جاتك القرف. صدقني يا كريم، زكي هو اللي من فضلك يا استاذ علاء، من فضلك مفيش داعي نتكلم في الحاجات دي، احنا في الشغل. مش معقوله كده. انا سمرفت والله، زكي هو اللي وقع بينا. كريمة، المفروض ان انت تدي لعلاء فرصه يقولك فيها الحقيقه كلها ويصلح فيها اي غلط غلطه. أنا لقيتهم الاتنين زعلانين من بعض، مش كده يا كريمة؟ أيوة، وهفضل زعلانة منه لغاية لما يجيب شقة. أعمل إيه يا كريمة؟ أنا كل يوم بقعد ألف على شقة بخلوه معقول، مش لاقي، قولي لي أعمل إيه؟ معرفش بقى، دي مش مسؤوليتي. هي مشكلة، لكن عاوزة صبر، وأنا من ناحيتي هساعدكم، وكمان الأستاذ زكي. ما هي لو المشكلة مشكلة شقة، تبقى بسيطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جاركم، ساكن في العمارة اللي في آخر الشارع دي. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ كنت عايز أسأل حضرتك يعني الشقة هنا تمنها كام؟ الشقة في العمارة هنا مش للبيع. غريبة، طب ما زالت صاحبها إيه؟ إنه يبني عمارة زي دي ويسيبها فاضية. صاحبها راجل طيب، ناوي يأجر شققها. معقولة عمارة زي دي تبقى شقة إيجار مش تمليك؟ أصلها مندورة يا بيه. مندورة يعني إيه؟ صاحب العمارة عنده ولد وحيد عيان، وداه لجميع الدكاترة. في يوم من الأيام نادر له نادر لله، قال إن ابني خف، حبني عمارة وسكنها للشبان اللي زي ابني. وعلى كده بقى بياخد خلو جامد قوي. البيه بتاعنا ما بيعرفش حاجات زي دي. يبقى على الأقل بياخد مقدم 3-4 آلاف جنيه. بعدين معاك بقى، قلت لك إن البيه بتاعنا ما بيعرفش حاجات زي دي. يعني إيه؟ عايز تفهمني يعني ان صاحب العماره البيت بتاعك ده عمل العماره سبيل وهيسكنها بلوشي؟ في صاحب ملك في الدنيا بيسكن عمارته بلوشي؟ امال بيبنيها ليه؟ غاوي يرمي فلوسه على الارض؟ مش الواحد برضه لازم يكون عنده مخ؟ لا عندي والله، بس حضرتك فهمتني ان صاحب العماره ما بياخدش خلو. ايوه ما بياخدش. والشقق كلها اجار؟ كلها اجار. ما بياخدش مقدم؟ لا فدي بياخد. حلو، 100% هنوصل ان شاء الله. يعني فهمت؟ ايوه فهمت، بس ناقص حاجه واحده بس. ايه هي؟ المقدم قد ايه؟ شهرين مقدم وشهر تامين وبس. طبعا ايجار الشقه دي 600-700 جنيه في الشهر. الشقه ايجارها 100 جنيه بس. في الشهر ولا في اليوم؟ في الشهر يا اخي. عم خليل انت بتتكلم جد؟ امال يعني ههزر معاك؟ يظهر ان الدنيا دي لسه فيها خير،
على الرغم من وجود الأستاذ مخيمر. الخير في أمة الإسلام لغاية يوم القيامة، وجميع الشقق اتأجرت. علشان أنت جار والنبي وصى على سبع جار، هقول لك الصح. قول قول، ربنا يكرمك. لسه في ست شقق فاضية، وصاحب العمارة بينقي السكان بتوعه على الفرازة. لا، من حقه ينقيهم ويسننهم كمان. هو أنت عاوز شقة؟ لا، مش أنا اللي عايز، أخويا الصغير هو اللي عاوز. عن إذنك عم خليل. عمارة كل شقة جار وصاحبها ما بياخدش خلو، وفي بلدنا أحمدك يا رب. إيه يا زكي؟ أنت ما غيرتش هدومك ليه؟ هو أنت مش هتقيل؟ لا يا أما، أنا عندي مشوار مهم جدا. مشوار؟ فين؟ ولمين؟ لصديق العمر علاء. الحمد لله ربنا وفقني وهخدمه خدمة العمر. لا لا يا زكي، بلاش علاء، عشان خاطري أنا بلاش علاء. ياما، ده صديق عمري، أنت ناسية ولا إيه؟ ما هو يا ابني عشان أنا مش ناسية بقول لك بلاش علاء، ده الصاحب والحبيب الوحيد اللي باقي لك في الدنيا. ياما ياما، يرضيك إن علاء يفسخ خطوبته من كريمة؟ ليه؟ ليه يا زكي؟ يفسخ خطوبته ليه؟ ايوه هم عشان مشكله المشاكل الشقه. انت عارفه ان مفيش خرم ابره في البلد الا بقى اذا كنت تدفعي بقى واللي فات. وانت بقى اللي هتجيب له الشقه؟ ايوه هم هجيبها له، شفتها ورايح ابشره بيها، حته عماره عاليه جدا وصاحبها راجل طيب، لا بيبيع الشقة تمليك ولا بياخد خلو ورجل. وانت صدقته؟ ايوه هم صدقته، هي دي الحقيقه. عن اذنك بلاش يا حبيبي، بلاش، ربنا يهديك. ياما ياما، يا حركات صبر اثرت عليكي، ده راجل ما عندوش مخ ضيع الفرصة من ايديا. عن اذنك بلاش يا حبيبي. الهي ربنا يهديك. متشكرة قوي يا حبيبي. وقال يا ست عقد الشقة التمليك اهو نقلته باسمك. بس في حاجة انت نسيتها. ايه يا اجمل عروسة في الدنيا؟ العربية يا حمادة. ما انا لسه مشتريلك عربية. ايه ده، دي عربية صغيرة، هي علبة السردين. أنا عايزة عربية تليق بمرات حمادة العائل، أكبر تاجر في سوق الكانتو. بكرة الصبح أخدك ونروح الأجنس، نقي أحسن عربية تعجبك وأنا أشتريها لك. هو ده الحل يا علاء. حل؟ حل الإيه؟ ما إحنا بقالنا كتير قوي عمالين ندور على شقة، إن شاء الله تكون علبة كبريت ومفيش فايدة. عايزة تقولي إن أنت علشان تلاقي شقة لازم تتجوزي واحد قد أبوكي؟ لا، مش لازم يكون قد بابا، يعني ممكن يكون قد ماما. ولا تزعل يا جميل، بكره نروح الاجنس نقلك احسن عربيه 6 متر واجيبها لك. يلا بينا. وكمان طولها 6 متر. ناس ليها حظ وناس ليها عربيه، اللي يحب النبي يزق. انت زعلت؟ انا بضحك بهزر يعني. انا مش زعلان يا كريمه، انا محتار، صدقيني مش عارف اعمل ايه. خلاص يا علاء، نسكن في اطراف القاهره، في عين شمس، في الزيتون، ان شاء الله حتى في المرج. انت بتتكلمي جد؟ مامتك ممكن توافق ان احنا نسكن في المرج؟ وماما مالها بالحكايه دي؟ المهم انا وافق ولا لا. يعني توافق ان احنا ناخد شقه في المرج؟ وافق. طب لما ماما تقول؟ ماما ما يهمهاش غير ان احنا نلاقي شقه نتجوز فيها، ان شاء الله تكون في اخر الدنيا. طب يلا بينا. على فين؟ نروح ننام بدري عشان نعرف نلف الصبح على شقه. يلا يلا. اهو مشرف. انت بتضحك عليا يا حماده؟ معاش اللي اضحك عليك يا حبيبتي. طب العربيه اللي طولها 6 متر مالها؟ مش عاجباكي اجيب لك غيرها. العربيه دي مش انت شاريها لي؟ تبقى باسم مين؟ انا مؤاخذه باسمي انا، مش انت حرمنا المصونه؟ هو ايه الفرق بيني وبينك، باسمك ولا باسمي؟ مش واحد كده يا حماده؟ ايه في ايه، مالك؟ شوف يا حماده، يا العربية تتنقل باسمي النهاردة يا هروح بيت ابوك. ولا تزعل يا جميلة، انا اهلك دلوقتي فورا. خلاص، يبقى العربية تتنقل باسمي النهاردة. يلا حياتي نقوم نقلها، ولا تزعل. بس بس كده. شايف علم ما بتجيش الا بالعين الحمراء. احمر ازرق، مش ده المهم، المهم الشقة عجباكي ولا لا؟ هي عجباني يا علاء،
لكن ما تقولش عليها شقة. الله. سلام يا اخي، عمالين هنا قاعدين تحبوا بعض وبتضحكوا وانا داخل عليكم سبع دخات. ايه في ايه؟ ما انا كنت معاك امبارح. اقعد يا زكي اتفضل. ازيك يا كريم؟ الواد علي عامل معاك ايه؟ هيكون عامل ايه؟ زي ما انت شايف. تعرف يا واد علاء انت حظك بومب. ليه بقى؟ حطمت ذره؟ لا بس هتتجوز واحده احلى واحده في المصلحه بتاعتنا. سامع الكلام اللي زكي بيقوله؟ اتعلم منه يا اخي. وحضرتك بقى دخت علينا سبع دخات ليه؟ وانتوا مش كنتوا عاوزين شقه؟ ولقيناه والحمد لله. اللي في عزبه النخل مش كده؟ لا لا، عزبه النخل ايه؟ ابعد من عزبه النخل يجيب 60 كيلو. وطبعا هتدفعوا خلو رجل. اه مبلغ معقول. معقوله جدا، 5000 جنيه بس. دون عليك تدفع المبلغ ده وانت عارف انه رايح رايح. في ناس بتدفع اكتر من كده بكتير. وانت هتوافقيها كريمة ست عاقلة انه يبعزق الفلوس بالشكل ده؟ ما هو هنعمل ايه اذا كان هو ده الحل اللي قدامنا؟ وبعدين وصلنا للحل ده بعد عذاب، وانت عارف بقى الحركات اللي بتعملها معايا ست حماتي. عايزة تفرح ببنتها. غلطت يعني؟ ما غلطتش والحمد لله لقينا الحل. ايوه بس انا عندي حل احسن من ده بكتير. زكي بقولك ايه، احنا اصحاب بقالنا سنين وولاد حتة واحدة، فبلاش الحركات دي معايا احسن ممكن تضايقني. معلش انا اللي غلطان، وان شاء الله تدفع اللي وراك واللي قدامك. عن اذنك علاء. زكي اقعد يا زكي. فهمنا بقى ايه الحل الاحسن اللي عندك. حضرته معترض. ما هو اصلك يا زكي مفيش فايده، انا عارفه من زمان بتجري ورا الفقر برهوان. عن اذنك علاء. خلاص بقى اتفضل اقعد. وقول لي اللي عندك بدون مقدمات. شقة كويسة على شارع عموم. غريبة يعني في وسط البلد؟ أيوة. وإيجارها كام؟ حوالي 100 جنيه. بقولك يا عبقرينو هات من الآخر، خلوها كام؟ مفيش خلو خالص. يعني الواحد يروح يسكنها كده وهو ترزق؟ لا طبعا، لازم تدفع الأول شهرين مقدم وكمان شهرين تأمين. مش قلتلك يا كريمة زكي ده راجل بتاع كلامه بس؟ عشان خاطر كريمة أنا مش هزعل منك، لكن هسألك سؤال ولازم تجاوبني دلوقتي. اسأل يا زكي. انتوا عايزين شقة في العمارة دي ولا لا؟ يا زكي أرجوك ده كلام في منتهى الخطورة. استنى يا علاء، قول يا زكي هو انت بتتكلم بجد؟ هما ناس غريبة صحيح، وانا بتعب نفسي ليه يعني؟ هزار. طب نقدر نشوف العمارة دي امتى؟ النهاردة لو حبيته. يلا بينا يا علاء. اقعدي بس يا كريمة واهدي كده. بقولك يا زكي انت وراك ايه دلوقتي؟ يعني هروح فين؟ هروح طبعا. اسمع يا زكي انا بصراحه بقى مش قادر اصدقك، لان الكلام اللي انت بتقوله ده مش معقول. ده انت ممل ملل، ممل ملل، ممل ممل يا بني ادم. بقول لك تعالى معايا دلوقتي. يعني انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ قولي لي بقى، انط في كرشه ولا اقطع هدومك؟ اسمع جدع انت، اذا كنت عايز شقه دلوقتي اوكي، مش عايز يبقى احسن كده. كويس ادينا فرصه نفكر، وبعدين يا سيدي هنجيلك البيت. ربنا يكون في عونك، ده انت هتتجوزي بني ادم هو الملل ذاته. الله يخرب بيته، برجل لي مخي مش عارف اعمل ايه. ليه بس يا علاء؟ ده بيتكلم بجد مش بيهزر، مش باين عليه بيألف. فعلا شكله مش بيألف. الحمد لله حنفت من نكد ماما الرائع، لان الشبكه مش هتتباع. بصراحه انا لازم اعقد على زكي. ليه بقى؟ ما هو حضرتك مش هتبيع الكراكه، يعني انا لازم استعد للزق بس مسافات طويله. لازم اقابل الاسطى محمد علشان الزبون اللي هيشتري العربيه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا على بيه. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. اتفضل يا بيه، اتفضل يا مهندس حسين. بليا نعمين يا اسطى. دي حاجه ساعه بسرعه يا هو. اللي هيشتري العربية جاي حالا. ايه ده بجد بقى؟ في حد هيشتري العربية؟ بصراحة يا أستاذ علاء ولا مؤاخذة، عملت طيب إن أنت هتتخلط من العربية دي، ده تعبانة أوي.
عاوز عمرة ماتور وعفشة وضفيرة كهربا وخمس فرد كاوتش، وعشان تركبها هتصرف عليها كتير. العربية محتاجة كل الحاجات دي بالشكل ده يا أستاذ علاء؟ مفيش عربية ولا حاجة ولا كمالة حتى. الحقيقة يا أستاذ محمد أنا كنت جاي لك علشان عايز أقولك إني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ صلاح. أهلا. العربية واقفة إيه؟ والأستاذ اللي هيبيع أهو. وأنا جاهز بالمبلغ كله في الشنطة، هدفع الفلوس وأمضي العقد، وبكرة أخويا يجي يسجل عشان المفروض أنا أكون في المطار بعد ساعتين. الحقيقة يا جماعة جد في الأمور جديد، وأنا مكسوف منكم جدا، يعني مش هقدر أبيع العربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا عم خليل مالك؟ مالك يا عم خليل بتعيط ليه؟ مصيبة، مصيبة كبيرة أوي يا أبي. مصيبة؟ إيه؟ العمارة هيدوها؟ عمارة إيه اللي هيدوها؟ بعد إيه العمارة دي هيدوها دي؟ مال إيه بس مالك يا عم خليل بتعيط ليه؟ البيت صغير ابن صاحب العمارة. واضح جدا والحمد لله إن البيت صغير خف، ودي دموع الفرح. أنت راجل أصيل يا عم خليل. أنا راجل أصيل صحيح، بس الدموع دي دموع زعل مش دموع فرح. وليه كفالة شر؟ البيت صغير رفضك؟ البيت صغير خلاص راح. راح؟ راح فين؟ البقية في حياتك يا بيه مات. ده حال الدنيا يا عم خليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقية في حياتك اللي قاطع فيا إن البيت كبير هيموت نفسه من العياط. ربنا يكون في عونه. ما هو راجل معذور عم خليل، وخصوصا ان ده ابنه الوحيد. اه ده تلاقيها سكن العماره كلها ببلاش. ببلاش ليه؟ عماره زي دي هتسكن ببلاش؟ هي عماره فوق السطوح. انا قصدي يعني على روح ابنه. ما تخليك معايا. وكيل البيه الكبير قال ان العماره دي بقت تمليك. ده خبر اسود؟ العماره كلها بقت تمليك؟ ست شقق بس بقت ايجار والباقي تمليك. ست شقق؟ يبقى معقول يا عم خليل. لكن قول لي المقدم بتاع الشقة دي زي ما هو؟ لا مفيش مقدم خالص. يا سلام يا سلام على رقة المشاعر والقلب اللي من دهب. ده الواد الممل اللي اسمه علاء ده له حق ما يصدقش شقة في عمارة زي دي لا تمليك ولا مقدم. اه بس في خلو. خلو كام بقى؟ لو سمحت انزلي زق. يا علاء كل مره انزل ازق. الله يخرب بيتك يا زوبة، أنا 100% هيجيلي جفاف من العربية دي. لو كان كلامي بيحوق فيك كنت بطلت. ياما بطل إيه بس؟ أبطل خدمتي للناس اللي محتاجاني؟ مين؟ مين؟ أيوه. أهلاً أهلاً. إزيك يا زكي؟ أهلاً يا كريمة. أهلاً يا علاء. يلا بينا يا زكي. نشرب الشاي الأول وبعدين نمشي. لا لا شاي إيه؟ لما نطمن والعقد يبقى في جيبنا نبقى نشرب شاي وقرفة كل حاجة. يلا بينا أبو زيك. يا عم نشرب الشاي. الله. إيه هي العمارة هتطير؟ لا دماغي أنا اللي هتطير. يلا يلا يا كريمة. يلا يلا. يا رب استرها مع زكي ابني. استرها عشان خاطري أنا يا رب. بقى انا اشوف البهوان. حلوه قوي العماره يا علاء. فعلا دي هايله. انا كنت خايفه لحسن تكون مش عاجباك. اشمعنى يعني؟ اصل مفيش حواليها ولا نخله. وبعدين معاكي بقى كريمه. طبعا اذنك هعمل رايك. اتفضل.
الله بينا علاء. ايه يا زكي؟ احنا مش هندخل العماره ولا ايه؟ هندخل نعمل ايه؟ نقابل صاحب العماره عشان نخلص الموضوع. صاحب العماره ملوش دعوه. امال مين اللي ليه دعوه؟ الوكيل. طب يلا بينا على الوكيل. لا هو ما مش موجود دلوقتي. انت تعد عليا بالليل واحنا نتفق. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بقية في حياتك يا فندم. حياتك الباقية أهو ده حال الدنيا تحت أمركم. لو أستاذ علاء عايز شقة في عمارة سيادتك. وريت له الشروط من بوابة العمارة يا أستاذ علاء. علاء يا فندم. يا أستاذ علاء؟ أيوة يا فندم عرفناها يا فندم مش كده علاء؟ أيوة يا فندم عرفناها وتحت أمرك. إملى مكان الاسم وقع هنا من فضلك. وحضرتك عارف ان الدفع كاش ما بنقبلش شيكات. عارفين يا فندم واحنا كمان ما بنقبلش شيكات وما بنخبيش فلوسنا تحت البلاطه. مش وقته يا كريمه. تحت امرك يا سعاده الوكيل. اتفضل يا فندم. ايه دول؟ 300 جنيه يا فندم. شهرين مقدم وشهر تامين. شهرين ايه ومقدم ايه يا استاذ علاء؟ انت مش قلتوا لنا ان انتوا عرفتوا كل حاجه من البواب؟ ايوه يا فندم. قول لنا ايه المطلوب واحنا تحت امرك. المطلوب حضرتك تكملي بقيه المبلغ دلوقتي. ايوه حضرتك بقيه المبلغ كام يعني؟ انتوا قلتوا المبلغ ده كام؟ 300 جنيه يا فندم. يبقى المطلوب 20,000 جنيه اللي ينقصوا 300 جنيه. ايه؟ يا زكي فين زكي ايه الموضوع؟ يا فندم زكي اللي كان واقف هنا دلوقتي هو اللي قال لنا ان معرفش حد اسمه زكي. الراجل اللي كان معانا دلوقتي. ما تضيعوش وقت، هتدفعوا ال 20,000 جنيه دلوقتي ولا لا؟ ندفعهم منين يعني؟ هنسرق بنك؟ دلوقتي مع السلامة. ده مكان عمل مش بهزار والتريقة. علاء العربية ايه؟ خلاص بقى روق. أنا ما يثبت النخل في خير يبقى مفيش مشكلة. عندك حق. يلا نلحق. يلا. ولا سعادة الباشا؟ طبعا العصير بتاع كل مرة سعادة. لا المرة دي هاتلنا اتنين قهوة سادة. قهوة سادة؟ بقى في حضرتك مش باقي في حياتنا ها؟ يا ريت يا كريمة كان بإيدي. ليه يعمل فينا كده؟ يعشمنا بشيء مش حقيقي. هو احنا ضرناه في حاجة؟ الكارثة ان هو متصور ان هو مش غلطان وان احنا اللي غلطانين. بصراحة احسن اللي حصل ده. احسن ايه؟ ده الشقة طارت من ايدينا يا كريمة. يا حبيبي ده احنا كنا هنبقى قاعدين في الصالة ورجلينا على السلالم. لا والغريب ان صاحب البيت عشان باني دورين فيقول لك ايه انا هسكنكم في الفيلا اللي عندي، هتقعدوا في الدور اللي فوق وابني هيقعد في الدور اللي تحت. طبعا ما هو ليه حق، اصل ابنه لسه في اللفة عمره شهرين ونص. طب قولي لي هنعمل ايه؟ في ايه يا علاء؟ في حماتي يا كريمة. 100% هتسود عيشتي. اكتر من كده يا حبيبي ده يبقى ظلم. انا مش عارفه يا كريمه انت قادره تهزري ازاي. لاني متاكده ان ربنا هيسهلها ومش هيتخلى عنا ابدا. ونعم بالله يا كريمه. بس مامتك اعمل معاها ايه؟ ماما بقى سيبها عليا. اسيبها عليكي ليه؟ مستغني عنك؟ اخص عليكي يا علاء، هي ماما تبقى امنا الغوله. هي في الحقيقه رقيقه وناعمه مع كل البشر الا انا. اسمع يا علاء انا عندي فكره. يا ريت يا كريمه يا ريت. يا ريت ايه؟ ان احنا نروح نكتب كتابنا ونحطها قدام الامر الواقع. في الحاله دي تاكد ان ماما هتتحول لامنا الغوله 100% ويبقى رحت انا وانت في دهب. طب قول الفكره اللي عندك يا كريمه عشان انا كمان طقت في دماغي فكره. ايوه حاضر يا اللي بتخبط. حاضر مين؟ انا علاء يا طنط. علاء اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيبي. يا ترى زكي موجود؟ زكي الحقيقه هو لسه مرجعش. لسه مرجعش؟ ماشي يا طنط، لما يجي قولي له ان انا عايزه. حاضر. شكرا بعد اذنك. مع السلامة. مين؟ مين يا أم؟ كده برضو؟ كده يا زكي؟ يخلصك كده؟
ان انا اكذب وانا في السن ده؟ كان علاء مش كده؟ ايه بقى المصيبة اللي حطيتها على دماغه؟ ايه النقرة اللي وقعته فيها المرة دي؟ ياما علاء وكريمة كانوا هينفصلوا عن بعض لانهم مش لاقيين شقة يتجوزوا فيها. وبعدين حصل ايه؟ رحت معاهم وشفت لهم شقة في عمارة هايل وشافوها. رحت معاهم لغاية لما قابلتهم بوكيل العمارة. ما تقول يا ابني حصل ايه؟ طلعت روحي. مفيش ياما، سبتهم مع الوكيل وجيت. بصي لي كده ليه؟ قول لي يا زكي، المصلحة اللي انت بتشتغل فيها دي يا حبيبي ملهاش فرع في الواحات؟ لا ملهاش، بس حضرتك بتسألي ليه؟ يعني كنت طلبت ان انت تتنقل فيها. بس ياما انا اسمع بقى، اسمع يا حبيبي، انا هخش انام قبل مرارتي ما تنفجر. عشان خاطري يا علاء، خلاص بقى عشان خاطري. هو ده واحد برضه نقدر نثق فيه؟ كريمة اسبقيني انت على المكتب، وخمس دقايق وانا هحصلك. يوه علشان خاطري يا علاء خلاص. كريمة خشي بقى. عاوز حاجة علاء؟ عاوز ذاكر حاجة مهمة قوي. هو جه النهاردة؟ اه طبعا، جه قبل ميعاده ب10 دقايق. راح فين؟ هتلاقيه في شؤون العاملين. شكرا يا حافظ. ده علاء عاوزك في حاجة مهمة قوي يا زكي. هتلاقيه في الطرقة دلوقتي. علاء. ايه؟ أنا مش عايزه يا جدع أنت، إيه؟ تندهله ليه؟ الله، أنا حر، أنت شريكي؟ أيوه بس ده كان بقول لك إيه، أقعد على مكتبك ساكت، ولا عاوزني أقوم ألبك لبك جيب دماغك الأرض؟ بس ده كان عايزك في حاجة مهمة. اسمع. وكالة من غير بواب طبعا، غاب القط لعب يا فار. اصل علاء كان عاوز زكي في حاجه مهمه قوي. ايه يا حافظ، هتحكي لي حكايه قصه حياتك انت وزكي؟ خلص الاستماره اللي قدامك وانت يا زكي تعالى. استاذ مخمر، راجع الورق ده في الحسابات. لا بقى، ده انا ما حصلت الساعه هنا في المصلحه، الورق ده يتبعت على سركي يا استاذ مخمر. خليك يا زكي، يمكن علاء يجي ويلاقيك. لا روح بقى، روح الحسابات احسن. زكي ده بيتصرف تصرفات غريبه قوي النهارده يا استاذ مخيمه. زكي ده عنده حق. في ايه بقى؟ انت مش قلت له يقعد؟ اه وهو مش. شوف يا حافظ، هقول لك حاجه، لما الواحد يكون عنده مشكله يعمل ايه؟ ربنا يكرمك يا استاذ مخيمه، انا عارف برضو ان حضرتك بتقدرني جدا جدا، وفي حالة ما تكون المشكلة عويصة جدا جدا انت طبعا هتقول له على الحل. طبعا يقوم يعمل عكس الحل اللي انت قلته له، تتحل المشكلة. ما هو اصلا اسكت خالص يا افندي وخلص الاستمارة اللي قدامك. استاذ علاء على مكتبك، ما تعطلش يا حافظ عن شغله. يا فندم انا من الصبح وانا عمال. انا مش عايزك تحكي لي قصه حياتك اثناء العمل، وبعدين اذا كان عندكم في قسمكم تسيب هنا، لا القسم اللي يرعصه من خيمر ما فيهوش تسيب. والله
لو ما رحت مكتبك فورا لاتصل بشؤون العاملين والشؤون القانونيه ويعملوا لك تحقيق عشان بتعطل الموظفين عن شغلهم. ده ناقص اتصل بمجلس الامن. يا سلام، بتضحك على ايه يا حافظ افندي؟ بضحك على حكايه اتصال حضرتك بمجلس الامن دي. اخرس يا حافظ، ده تطاول على رئيسك بالقول. هو انا اللي قلت ولا علي اللي قال؟ انا مالي؟ مش حسيبك يا حوريلك. طريق ليه يا استاذ؟ ايوه مضطهدك. ايه ده؟ وانا كل ما اخرج اسيب مكتبي ارجع الاقيكم بتتخانقوا؟ ايه الكلام ده؟ ايه يا بتضحك يا حافظ؟ بس يا حافظ انت، بس يا خيمة. ايوه انا عايزك في سؤال مهم قوي. اتفضل يا فندم. مين اللي سماك ذكي؟ انا؟ لا لا، ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. تعرف ان موته هو اللي انقذه من ايدي؟ ليه؟ كنت هتبلغ عنه مجلس الامن هو كمان؟ اعمل ايه؟ المصلحة بلياني باتنين، واحد اسمه زكي وما عندوش ريحة التمييز، والتاني اسمه حافظ. هتقول ايه في دي كمان بقى يا استاذ مخيمر؟ انت هتخش لي قافية يا حافظ. العفو يا استاذ مخيمر. اتفضل على مكتبك يا زكي. جاتكم البلاوي، موظفين اخر زمن. مش عارف اعمل ايه يا كريم، حاسس ان انا هموت من الغيظ. خلاص بقى علاء، ما تعملش في نفسك كده. معقولة يعني اللي انت بتعمله في نفسك ده عشان واحد زي زكي؟ ما هو انا لازم الاقيه. تصوري، دورت عليه في المصلحة كلها مش لاقيه. يمكن ما جاش النهارده. لا جه، وكل ما اسأل عليه حد يقول لي كان هنا من دقيقة واحدة. خلاص يا علاء، انا هروح اشوفه، لو لقيته هاجي اقول لك على طول. شوف فيك يوم يا زكي، يوم. شفت زكي؟ زكي في مكتبه. متأكدة؟ أيوة، أنا كنت لسه عندهم من نص دقيقة. ما كنتش كده أوي. بتدور على اسمه زكي. قاعد على مكتبه يا علاء. مش معقول. أنا شايفاه بعينيا دول. أنا مش فاهمة إيه الغريب إن الموظف يبقى قاعد على مكتبه بيشتغل. شش، أنت مش فاهمة حاجة. لا، ده أنا لازم أحصله. أما حاجة غريبة دي، الناس دي اتجننت. والله العظيم، والله العظيم لسه شايفاه دلوقتي حالا قاعد على المكتب ده. دوختيني، حرام عليكي. تكونش تهبشت في مخك يا زكي. ليه بقى؟ شايفني بقطع هدومي ولا بشد في شعري؟ قلع، بتكلم نفسك. ثم بيدوروا عليك ليه يا زكي؟ هما مين دول يا فندم اللي بيدوروا عليا؟ علاء. غريبة، أنا كل ما أروح حتة أقول لعلاء بيدور عليك، قبل المصلحة عليك من أولها لآخرها. أكيد عملت حاجة يا عبقري. أكون عامل إيه يعني؟ كل خير طبعًا. أنت يجي من وشك خير، أنت ما يجيش من وشك غير الكوارث، المصايب، الزلازل. طبعًا إذنك خمس دقايق بس. على فين العزم يا عبقري؟ يعني يرضيك واحد من رجالتك يسأل عليه واحد زي علاء في طول المصلحة وعرضها؟ لا ما يرضنيش، بس أكيد في سبب. السبب ده أنا ما أعرفوش ولازم أعرفه. أعرفه بعد انتهاء العمل. طب هو سأل عليا أثناء العمل ولا بعد انتهاء العمل؟ أثناء العمل. اختصر يا زكي، طلعت روحي. خلاص روح له، وبالمرة عدى على الكشفات أشوفهم راجعوا الكشف ولا لأ. خمس دقايق بالعدد. Thank you.
راح لك. افندم بقول لك زكي راح لك. امتى؟ من ثانيه. اكيد شفته وانت جاي في الكوريدور. ما حصلش، ما شفتوش. ليه؟ هو زكي ده الرجل الخفي انفيزابل مان؟ انت فين يا علاء؟ زكي لف عليك المصلحه كلها وبيقول لك اقعد في مكان عشان يعرف يلاقيك. انا برضو لا اقعد في حته؟ ده عامل زي فرقع لوز. وقال لك رايح فين؟ استناك وبعدين راح الحسابات. سالني مضيته العقد ولا لا؟ قلت له بسال علاء. خلاص بقى يا علاء، خلاص. ما تعملش في نفسك كده. دمرني. يا ويلو مني. اشوفك بس يا زكي. شبيك لبيك، زكي صديقك بين ايديك. انت يا عم انت ما بتقعدش على مكتبك ليه عشان اعرف الاقيك؟ ايه مضيت عرض الشقة؟ زكي، انت سبتني عند الراجل الوكيل امبارح وهربت ليه؟ لا انا الشقة وديتكوا ليه؟ والوكيل جبته لكم لغاية عندكم. ايه خلاص؟ انت كنت عارف ان الخلوة 20,000 جنيه. لا يعني هو في الحقيقة ان انا ما يعني انت عارف انت عملت فينا يا زكي؟ ضيعت من ايدينا شقه كنا هنمضي عقدها امبارح يا زكي. وضيعت علينا فرصه ان احنا نبيع العربيه، ودي اكبر جريمه في حقي يا زكي. هو انا كنت اقصد انا كنت عايز اخدم برضه. شوف يا بني ادم انت، بعد كده مالكش دعوه بينا خالص، ولو شفتني يا سيدي بغرق في النيل، اعمل نفسك ما تعرفنيش، سيبني اغرق، فاهم؟ يا راجل يا بومبا. بومبا؟ لا لا، انا اسمحلكش علاء. لا بقول لك ايه، ممكن تتفضل تخرج من وشي دلوقتي؟ ناس عجب والله، اقدم لهم خدمات وبرضه مش عاجب. اخس اخس عليك، اخس اخس. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. لا لا لا، بمجرد ما يوصل هخليه يكلم حضرتك فورا. تحت امرك، مع الف سلام. الف سلام يا فندم. مين اللي كان على التليفون يا حافظ؟ خميس بيك جمعة. ومين بسلامته خميس بيك جمعة ده؟ هلا قول لي يا استاذ مخيم، هم الموظفين في القطاع الخاص بياخدوا كتير؟ بياخدوا كتير قوي قوي، بس هم كمان بيشتغلوا جامد قوي. يعني كام تقريبا؟ شوف يا حافظ، انا كان معايا في الجامعة زميل وكان بليد خالص وبيطلع الاخير، ومع ذلك اشتغل قطاع خاص وادوله 1200 جنيه في السنة؟ سنة ايه يا حافظ؟ انت مغفل. في الشهر ده، غير بقى البدلات والحوافز واللازم منه. ياه، ده على كده بالبدلات والحوافز ممكن يوصل ل2000 جنيه ويمكن اكتر. يا قوة الله. فوضى يا حافظ، عارف ليه؟ ليه يا سعادة البيم خيمر؟ لان حاجة العمل لا تسمح بالاستغناء عنك. يا سلام. وانا بعت للمدير العام اطلب منه 20 موظف، وعقبال ما يوصلوا بقى ساعتها بس هقبل استقالتك. غريبة قوي الحكاية دي. ايه الغريب فيها يا حافظ؟ يا مخيمر بيه، المصلحة فيها 500 موظف وكل 6 موظفين قاعدين مع بعض في أوضة واحدة، يعني المصلحة بتشغي موظفين. حاجة العمل هي اللي تحدد عدد الموظفين يا حافظ. 100% حضرتك بتهزر. أهزر؟ ولما أهزر يا حافظ أهزر مع واحد زيك؟ دي هزلت. يا مخيمر افندي، حاجة العمل ايه؟ المصلحة فيها 500 موظف، يعني لو 450 موظف مجوش المصلحة هتمشي برضه، ومفيش أي حد هيحس بأي تقصير، بل بالعكس هيبقى في عمالة زايدة برضه. اللي يتكلم في الموضوع ده أنا مش أنت يا حافظ. وما تكلمش ليه؟ بنص لسان؟ البلد بقى فيها حرية، صحف معارضة. لعلمك يا مخيمر افندي، أسلوبك ده انتهى من زمان. اللهم طولك يا روح، انا مش فضيلك. اوعى ايدك. ايه رامو؟ امال اوعى. لعلمك يا مخيمر افندي، لو ما قبلتش الاستقاله النهارده انا هحرجك قوي قوي. انت تحرجني انا يا حافظ؟ ايوه احرجك. انت يعني فاكر نفسك مين؟ ابن اللي بارم ديله؟ سامع يا زكي، بيسبني سب علني. لا لا، بارم ديله كويس. خلي حد تاني يبرم دلوقتي. ايه يا حافظ؟ ولا معلش حافظ يقصد يقول لك يعني عافظ. اللي عايز اقوله قلته خلاص. ولعلمك لو ما قبلتش الاستقاله دلوقتي وبسرعه حالا، رقبتك هتبقى زي السمسمه. يا عالم يا هو، اعمل عقلي بعقله يا زكي واقبل استقالته. ما هو ده اللي هتعمله، لو ما كانش بمزاجك هيبقى غصب عنك.
عقله يا زكي. والله والله ابعت للسرايا الصفراء يجي ياخدوه. سيبني يا زكي، سيبني اخلص الدنيا من شرور الراجل ده. ايه روى يا اخي، عجبك العطله دي؟ اهو كده هو زرجن الوقت، ممكن يرفض الموافقه. ده كده يبقى قضى عليا، صاحب الفيديوهات والتلفزيون مش هيسيبني في حالي، هيقضي عليا. بقول لك ايه؟ روى كده وسيب الموضوع ده عليا انا، مالكش دعوه بيه خالص، اتفقنا؟ بس لو رفض يبقى يا ويله وسواد ليله. انت هتتفاهم مع الراجل ده عشان الاجازه مش كده؟ ايوه بس روق انت. طيب لو مخيم رفض هنعمل ايه؟ هو مش هيرفض ان شاء الله، لكن ممكن يرفض حفص. لكن احنا كده بقى نبقى لنا شرف المحاوله. مع بتاع الفيديو ما ينفعش شرف المحاوله. انا مش عارف اعمل ايه. عن اذنك رايح على فين؟ لازم اللي يتوسط لي عنده يكون راجل ما يقدرش يقول له لا. مين هو؟ مين اللي مخمر ما يقدرش يقول له لا في المصلحه دي؟ الاستاذ فريد الزناتي مدير عام الشؤون القانونيه. يبقى هو ده. طب قول لي هتعمل ايه؟ ادخل. صباح الخير يا استاذ فريد. صباح النور. اقعد يا حافظ. مالك يا حافظ؟ حاسس اني غرقان ومش عارف اعمل ايه. تعمل ايه في ايه؟ اتعرضت عليا وظيفه في شركه قطاع خاص بمرتب كبير قوي. كم يعني؟ يعني حوالي 1700 جنيه في الشهر، ده غير البدلات والحوافز. دي فرصه واقبلها بسرعه. بس لازم اقدم استقالتي من المصلحه الاول. قدم استقالتك فورا، انا مش مدير عام. وعلى وشك وكيل وزارة. ومع ذلك لو جات لي فرصة زي دي أنا هقدم استقالتي فورا. وده برضو رأيي، وأنا فعلا قدمت استقالتي. تبقى إيه المشكلة يا حافظ؟ المشكلة الأستاذ مخيمر. أستاذ مخيمر ماله؟ هو المشكلة، مش راضي. مش راضي ليه؟ مش راضي يقبل الاستقالة. حاولت معاه مفيش فايدة. غريبة، مش راضي ليه؟ فهمني. بيقول حالة العمل لا تسمح، لكن انا عارف ان مفيش حد ممكن ياثر عليه غير حضرتك. اطمن يا حافظ، مخيمر هيقبل استقالتك. الراجل ده لازم يقف عند حده ويبطل اذى بقى. انا برضو كنت متاكد ان مفيش حد هيحل لي مشكلتي غير حضرتك. متشكر جدا يا فندم. فين يا زكي؟ مش عرفني. كان عند مدير عام الشؤون القانونيه بيعمل ايه؟ لما يجي هو بساله. قال مخيمه رد على التليفون. ايوه انا مخيمه. ايوه يا استاذ فريد. خير؟ ايوه طالبني حالا ليه يعني؟ طيب حافظ. نعم الله عليك. نقبك هيطلع على شونة. جرى يا مخيمر، مش هتبطل تصرفاتك البايخة دي. تصرفات ايه يا جدعان؟
راجل وعنده عيال وباع اللي وراه واللي قدامه ومديون له شوش وجات له وظيفه بعيد عن المصلحه. مالك ومال؟ ما تسيبه في حاله يا اخي. انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. اتقي الله يا اخي وبطل اذيه في الناس. مش خايف لحافظه واولاده يدعوا عليك تنزل تدعلك من على السلم يا راجل يا مؤذي يا ساتر؟ ده فضحني بقى. ادعلك على السلم؟ طيب يا حافظ، طيب اذا كنت انت حافظ انا مخيبر مخيبر. ادخل. تحت امرك يا استاذ فريد. اقعد وانت ساكت لغايه ما اخلص اللي في ايدي. هات يا مخيمر. هي ايه دي اللي اجيبها؟ اللي استقالها يا مخيمر. ومين قال ان انا ناوي اقدم استقاله؟ وحتى لو فرض ده اقدمها لك انت ليه؟ استقاله حافظ هاتها وقدامي توافق عليها وترفعها لمدير المصلحه وانا بنفسي هجيب الموافقه عليها. تكونش فاكرني موظف عندك. استقاله حافظ ده في القسم اللي انا رئيسه والقسم ده لا يتبع للشؤون القانونيه. ما لو حافظ قدم شكوى وقال فيها مثلا يعني انك رفضت الاستقاله بتاعته بسبب اشياء انت طلبتها منه هو رفض. دي اهانه لا اقبلها. مش انا اللي اتقال له الكلام ده. سيبك بقى من الحركات دي. خير وجاي للراجل تمنعه ليه؟ ده شغلي وانت مالكش دعوه بيه. والاستقاله عشان اقبلها يبقى على جثتي. انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتضيع فرصه عمر حافظ؟ ايه يا ولد؟ انت عارف بتكلم مين؟ بتكلم مخيمر. عارف يعني مين مخيمر؟ لما تبقى تعرفه تبقى تتكلم. ساتر عليك. ده انت راجل موزي قوي. أنا تعمل فيا كده يا حافظ وتفرج عليا اللي يسوى اللي مسواش ليه يعني؟ معلش معلش، غرضه إن حضرتك توافق على الاستقالة. وده اللي مش هيحصل أبدا. ليه بس اللي عندي ده يا أستاذ مخيمر؟ واحد عايز يستقيل، أنت مالك؟ أنت تخرس خالص يا سوسة. أقطع دراعي من هنا إن ما كنت أنت وزيته إنه يعمل كده. يوزني يعني إيه يا مخيمر؟ أنت فاكرني إمعة؟ لا، فوق أحسن لك. ولعلمك انا هفضل وراك لغايه ما فوقك. اه ده ارهاب بقى. تسميه ارهاب؟ تسميه محاوله لاخذ حقي من واحد ظالم ومفتري؟ انا ظالم ومفتري يا حافظ؟ ايوه انت فاكرني ايه؟ العبد اللي اشتراه لك اللي بارم ديله؟ مين اللي بارم ديله يا حافظ؟ ابوك. ولعلمك هتوافق يعني هتوافق. يعني اعمل ايه؟ اوافق على الاستقاله واضيع مستقبله؟ ارجوك ابوس ايدك. ضيع مستقبلي. واحد عايز يضيع مستقبله هو حر يا مخيمر. الله، اما غريبه والله. عاوزنا نوافق على الاستقاله يا حافظ. ما هو ده احسن لك، لان لو ده ما حصلش بكره ولا بعده بالكتير صورتنا احنا الاثنين هتبقى في الصحف والمجلات. واحد فينا قاتل والتاني مقتول. قاتل ومقتول؟ مش انا اللي هبقى مقتول. ده شغل السفاحين وقتالين قتلة يا حافظ. من اجل هذا يا سيد مخيمر ارجوك توافق على الاستقاله. انت عندك عيال وهو كمان. وبعدين ده حاجه هايفه قوي. هتكتب على الورقه اللي قدمها لك حفظ موافق. خمس كلمات فيهم الشفا. يعني هو ده الحل؟ مفيش حل غيره، وإلا سأضطر إلى إضافة لقب جنب اسمك. اللي هو إيه؟ المرحوم. برضه ساعتها مش هتتقبل استقالتك، لأنك هتكون لابس البدلة الحمراء وعلمشناها عدل يا حلو. يا ناس، أعمل إيه مع الراجل ده؟ لا ذوق نافع ولا تهديد. هو أنت مش حاولت؟ خلاص بقى يا أخي. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ زكي؟ قدمت الاستقالة ومخيمر مزرجن، تبقى عملت اللي عليك وكفايه شرف المحاوله.
استاذ زكي. نعم. حضرتك عبيط ولا اهبل ولا متآمر مع عهد ضدي؟ انت بتشتمني يا حافظ؟ ايوه يا استاذ فريد. موجود، هبعتهولك حالا. روح الاستاذ فريد عايزك. يظهر انها فرجت، ما تزعلش من اخوك يا زكي، انت عارف ظروف بقى. مفيش زعل ولا حاجه، روح لفريد شوفه عاوزك ليه. تسلم يا زكي. بخت من قدر وعفي، انا الكبير برضه. بتكلم نفسك يا زكي، ما انا قلت مش هتبقى مصلحه، هتتقلب بورستان. انت عملت عقد مع الشركه اللي انت ناوي تشتغل فيها؟ لا لسه، لازم الاستقاله الاول وبعدين التعيين. انت صحيح هددت بخمر بالقتل؟ ده بس عشان اخوفه، عشان يوافق لي على الاستقاله. يا فندم لو ما استلمتش الشغل الجديد بيتي هيتخرب. بيتك هيتخرب؟ ليه يا اخي؟ ده انت موظف قد الدنيا. عليا ديون وكمبيالات وبلاوي متلتله فوق دماغي، اعمل ايه؟ خلاص، مبروك يا سيدي، مخيمر وافق على الاستقاله. مش معقول يا استاذ فريد، ده بيقول على جثتي. انا وعدتك انه هيوافق وحصل، بس عايز منك حاجه. حضرتك تأمرني؟ تروح لمخيمر وطيب خطر بخصوص موضوع القاتل والمقتول ده. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا يا فندم. مع السلامه. ربنا يخليك، الف سلامه. انت مش قليل الادب يا حافظ. يا سلام، يا سلام على الذوق والرقه بتوعك يا استاذ مخيمر. اخرس انت يا سوسه يا موقعاتي، انت مش قليل الادب يا حافظ. ليه يا استاذ مخيمر؟ لان ليس على المجنون حرج. قليل الادب يبقى عنده مخ بس لسانه زالف، انما انت ما عندكش مخ خالص. وبعدين بقى يعني عاوزني اتجنن وادب صوابعي في عينيك ولا نط في كرشك؟ انا اللي هتجنن وهقبل استقالتك. مبروك مبروك يا صديقي حافظ، مبروك. ويكون في علمك يا حافظ، لو جيتني عشان اسحب الاستقاله تكون بتحلم. الاقي ايه يا استاذ مخيمر؟ انت اللي بتحلم، انا مش هسحب الاستقاله ابدا. شوف يا حافظ، بقول لك بوس الراس مش هينفع وبوس الايد برضو مش هينفع. هو واخد الاستقاله ورايح على فين؟ رايح اقدمها للمدير العام يمضي عليها واوديها لشؤون العاملين بنفسي. مبسوط يا علاء؟ انا مش مصدق اللي بيحصل ده، 100% انا بحلم. للدرجة دي يا علاء؟ واكتر كمان، ده انا من اول امبارح عمال اقرص في دراعي لدرجه ان دراعي زرق. انا مش قلت لك ان ماما طيبه جدا؟ بتعاملني ايه؟ زي ما اكون ابنها. الحمد لله انك صدقت. بس بيني وبينك انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ من حماتي يا كريمه. مش جايز يعني يكون الظرف واللطف ده كمين طعم. طعم؟ طعم ايه بقى؟ لغايه يعني ما نتجوز وبعد كده بقى الوش التاني يبان. تعرف ماما قالت لي ايه امبارح يا علاء؟ قالت ايه؟ قالت لي هو خطيبك ده ماله، خايف مني ولا ايه؟ كل ما ابص له وشه يصفر. بتصغر لي يا كريمه، واول ما بشوفها مبرقالي ما ببقاش عارف هي ناويه تعمل معايا ايه. بضيع يا كريمه. غريبه، اشمعنى معايا بتبقى عامل طرزان؟ صدقتني بقى لما قلت لك ان الرجاله دي ما بتجيش الا بالعين الحمراء. في ايه يا علاء؟ مش اللي واقف هناك ده حافظ؟ ايوه حافظ. طيب ازيك يا حافظ؟ اهلا. ازيك يا علاء؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ما تيجي تقعد معانا. اهلا يا استاذ حافظ. اهلا وسهلا. ازيك يا انسه كريم؟ صحيح اللي احنا سمعناه ده يا حافظ؟ ايوه، وارغمت بخيمر كمان على انه يقبل الاستقاله، بس ده تصرف غلط يا حافظ. يا استاذ علاء، انا عمري تدخلت في حياتك انت والانسه كريمه؟ بصراحه لا. يبقى ارجوك
بلاش حد فيكم يتدخل في حياتي. احنا بنقول لك كده علشان خايفين عليك. من ايه؟ واحد جات له وظيفه ب 1700 جنيه ارفضها؟ 1700 جنيه دي وظيفه ما تترفضش، لكن الوظيفه دي مين اللي جابها لك؟ مش مهم مين، لا ده مهم جدا يا حافظ، لانه لو كان ذكي يبقى انت ضعت يا بطل. على فكره صاحب الشغل اللي انا هشتغل فيه ده صديق لذكي، واتصل بيه اكتر من مره قدامي، وانا رايح انا وذكي بكره عشان استلم الشغل الجديد. عفوا ارجوك بطلوا حقد بقى. يعني يا زكي مش كنت تاخد منه معاد؟ على الاقل كنا نيجي نلاقيه موجود. زمانه جاي وبس تلاقيه في اجتماع مفاجئ كده. المهم ايه رايك في المكان؟ جميل قوي يا زكي. المكتب ده لو الواحد قاعد يشتغل عليه 20 ساعة ما يتعبش. معاك حق. لا 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 لا، أنا مش هقبل أقل من 750 ألف يا إبراهيم. يا إبراهيم أنا سايب لك قبل كده 150 ألف، مش هينفع. مع السلامة. الأستاذ حافظ اللي كلمت حضرتك عنه أستاذ خميس. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك. والله والله من كتر ما صديقي زكي كلمني عن حضرتك بقيت مشتاق من كل قلبي إن أقابل حضرتك. حافظ حافظ. أنا تحت أمركم بس لمدة 5 دقايق بس. اتفضلوا. اتفضل يا أستاذ خميس أبو الأخماس. ايه ده يا زكي؟ استقالة حافظ من المصلحة. والله والله ما تعرفش حضرتك احنا تعبنا قد ايه عشان نحصل على الاستقالة دي. هيا يا فندم، الوزارة يا فندم رفضت تسيب موظف زي ده خبرة هايلة، لكن بعد بقى ضغوط بقى ومنين من فوق قوي 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 قدرنا نحصل على الاستقالة دي. انا مش فاهم انت بتوريني الاستقالة دي ليه؟ وبعدين يا سيدي انا مالي ومالي المجهود اللي انتوا بذلتوه؟ أنا مدهش. الله 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 الله، كلام إيه ده يا خميس بيه؟ أنا آسف أنا ما عنديش وقت. يعني الاستقالة دي ما تهمش حضرتك في حاجة؟ لا طبعًا. هو مش حضرتك قلت للأستاذ زكي إن عشان أتعين عندكم في الشركة لازم أكون معايا الاستقالة؟ أنا قلت كده يا زكي؟ أيوة خميس قلت لي كده. قلت لك إيه بالظبط؟ قلت لي إن حافظ عشان يشتغل في أي شركة استثمارية لازم يكون معاه الاستقالة. وانا كنت سامعك بوداني دول وانت بتقول الكلام ده. ايوه بس ما قلتلكش انك تشتغل في الشركه دي معانا هنا. نعم افهم من كده ان انا مش هشتغل معاك في الشركه هنا؟ لا طبعا. زكي شوف صاحبك ده بيقول ايه يا زكي. انا مش سالتك ان الشركه عايزه موظفين ولا لا، انت قلت لي ايوه عاوزه. انا قلتلك يا زكي ان الشركه عايزه تخصصات معينه يا زكي. تخصصات؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت معاك شهادات ايه يا استاذ حافظ؟ حافظ معاه دبلوم تجاره. دبلوم تجاره؟ انت عارف الراجل اللي واقف على باب الشركه ده معاه ايه؟ معاه ليسانس اداب. 100% في حاجه في المكان ده انا مش فاهمها. وانا متهيألي كده برضه. خلاص الكلام ده معناه ايه يا ابو الاخماس؟ كلامي واضح يا استاذ زكي. كلامي معناه ان الاستاذ حافظ اللي انت جايبه ده ايوه ملوش عندي مكان في الشركه. طب والاستقاله؟ مش عارف بس متهيألي بقى تبلها وتشرب ميتها. قتلتني يا زكي، لكن لا لا يا زكي. حاضر حاضر يا اللي بتخبط. يا بنتي اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله عليك. ايه اللي حصل لك؟ ايه ده هاتوا الميه ولا بابور زلط؟ قلت لي الاسعاف يا ماما، وديني المستشفى والدكتور. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ اللي كان عايز يقتلني زميلي في المصلحة حافظ. أكيد كنت عايز تخدمه مش كده؟ خدمة العمر يا أم، خدمة العمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما
اللي عمل فيك كده يا زكي؟ اللي كنت فاكره صديقي وصاحبي اللي خدمته خدمة العمر جمايلي مغرقاه طلع عبور زلط وبلطني اهو. ارفع عبدك يا بيه. عاوز ايه يا حافظ؟ استقالتك وقبلتها، في ايه تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك تسحبها يا بيه. هي دي اللي اسحبها يا حافظ، الاستقاله.